الأوساط الأمريكية تراقب الصراع الجاري بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي بقلق شديد للغاية، ومايكل نايتس أحد أهم الخبراء في الشؤون السياسية في العراق وفي الشرق الأوسط، وهو أحد أهم الباحثين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. هذا الرجل وجد في هذه الفترة تحديدا وفي هذه الصراعات الجارية بأن العراق بحاجة إلى قادة جيدين، وهو ليس بحاجة إلى انتخابات جديدة، ولكن في نفس الوقت بأنه وجد إذا ما تم الاتفاق بين التيار الصدري والإطار التنسيقي والأطراف الأخرى الموجودة السياسية في العراق إلى عملية تغيير قانون الانتخابات تحديدا، فإن هذا الأمر سيؤدي فعلا إلى تغييرات، ولكنها تغييرات قليلة. ووجد نايتس بأن هذه التغييرات التي ممكن أن تأتي من هذا التحول في قانون الانتخابات إلى عملية الإضرار في المستقلين وحظوظهم مرة أخرى في الفوز في الانتخابات أو إيجاد مقاعد في العراق في البرلمان العراقي أو لقيادة العراق، وبالتالي المستقلين سيتضررون من مثل هذا السيناريو. وعلى هذا الأساس وجد بأن هذا السيناريو سيؤدي إلى تظاهرات على مدى السنوات القادمة، وباستمرار السنوات القادمة سيكون هذا هو السيناريو المستمر في الداخل العراقي. ولكن أيضا بأنه وجد بأن الصراع الجاري بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي من الممكن أن يؤدي إلى صدامات وإلى حرب أهلية خطيرة لا يريدها أحد، لا في الداخل العراقي ولا حتى من دول العالم. لا أحد يريد اليوم للصراعات أن يكون لها طريق في الداخل العراقي، ولكن هو وجد بأن العوامل لهذا الأمر ولهذا السيناريو محتملة للغاية. لماذا؟ هذا الأمر طبعا يأتي بسبب أن الأطراف المتنازعة في كل بلد حول العالم بحسب نايتس إن لم تتفق الأطراف المتنازعة على عملية تغيير العملية السياسية في الداخل العراقي على سبيل المثال من ضمن الإطار، إطار الدستور وإطار القانون والاتفاق على مستوى القانون لهذا التحويل في العملية والنظام السياسي، فهذا سيعني اللجوء إلى العنف بشكل مباشر. وكذلك بأن التيار الصدري أيضا وجد طبعا نايتس بأن التيار الصدري يسيطر المعتصمين كما هو واضح على مجلس النواب العراقي، وأن استمرار الصراعات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي وهذه الخلافات قد تؤدي للإطار التنسيقي وغيرها من الفصائل والأطراف الأخرى أن تتوجه أيضا للسيطرة على مبان حكومية أخرى، وهذا هو شكل الحرب الأهلية بحسب ما تحدث عنه طبعا مايكل نايتس. والمشكلة بأن التصعيد مستمر في الداخل العراقي، وأن يوم غد سيكون يوم حافل للغاية، حيث أن السيد مقتدى الصدر من خلال هذه التغريدة وضع مطالبات واضحة لحل البرلمان العراقي، وإلا سيكون هنالك موقف مختلف للمعتصمين الموجودين في مجلس النواب العراقي أو حتى التابعين طبعا للتيار الصدري. فالسيد مقتدى الصدر طلب ببساطة من رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتوجه مباشرة إلى حل البرلمان العراقي، وأن يتم تكليف رئيس الجمهورية العراقي من أجل تحديد انتخابات مبكرة. وهذا يأتي لسبب مهم للغاية، أن البرلمان العراقي فشل تماما في تحديد رئيس وزراء أو حكومة أو حتى رئيس جمهورية، لم يحقق أي شيء، تعدى كل المدد الدستورية، وهذا يعتبر مخالف للغاية. وعلى هذا الأساس لا بد من حل البرلمان وإنهاء هذه المشكلة إلى الأبد والوصول إلى حلول حقيقية وواقعية. وطبعا أمور التصعيد مستمرة بالنسبة للتيار الصدري، حيث أن السيد مقتدى الصدر كان واضحا إن لم يتم هذا الأمر خلال مدة أقصاها نهاية الأسبوع القادم فسيكون هنالك موقفا مختلفا كما تحدثنا. وإن وزير السيد مقتدى الصدر قد نشر هذه الاستمارات على أنصار التيار الصدري وعلى من يريد أن يقوم برفع قضية في المحكمة الاتحادية من هذه الاستمارة لرفع قضايا طبعا على رئيس الجمهورية، على رئيس مجلس النواب وعلى رئيس مجلس الوزراء، وإضافة لوظيفتهم رفع قضية بسبب أن الأمور أصبحت مخالفة ولا بد من حل البرلمان والتوجه إلى طريق معين. وفعلا بدأوا بملء الاستمارات وتقديمها إلى المحكمة الاتحادية بالنسبة لأنصار التيار الصدري، بل أن أيضا وزير السيد مقتدى الصدر أيضا تحدث بهذا الشكل وطالب أنصار التيار الصدري أن يقوموا بتظاهرات يوم غد في الساعة 5 عصرا بتوقيت بغداد من أجل إغاظة الفاسدين كما هو واضح. وبالتالي التصعيد واضح ومستمر بالنسبة للسيد مقتدى الصدر وللتيار الصدري. ولكن في نفس الوقت أنه
السيد فائق زيدان، وهو طبعا الرجل وهو رئيس مجلس القضاء الأعلى، كان قد تحدث عن هذه المسألة ودور مجلس القضاء الأعلى في حل البرلمان العراقي، وقال بأن مجلس القضاء الأعلى ليس قادرا وليس لديه أي إمكانية على المستوى القانوني لحل البرلمان. وهذا يضعنا بشكل واضح بأن مسألة حل البرلمان هي مرتبطة بالمادة 64 من الدستور العراقي، وهذه المادة تنص ببساطة بأن البرلمان العراقي يجب أن يصوت بالأغلبية على عملية حل نفسه بنفسه، أو أن هنالك سيناريو آخر من ضمن هذه المادة أن يكون بالتوافق بين رئيس الوزراء وبين رئيس الجمهورية. رئيس الوزراء يرفع طلب حل البرلمان إلى رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يوافق ويصادق على هذا الأمر ويتم التوجه إلى انتخابات. لا بد من هذه السيناريوهات على المستوى القانوني طبعا كما نتحدث الآن، وبالتالي وعلى هذا الأساس، وهذا هو الأمر الذي جعل طبعا الإطار التنسيقي أن يستغل تماما هذا الأمر وأصدر بيانا بعد تغريدة السيد مقتدى الصدر، ووضحوا بأنهم قاموا باجتماع من أجل تحديد المهام وكذلك التوجه للحصول على الاستحقاقات وتحقيق الاستحقاقات الدستورية من اختيار رئيس جمهورية وتشكيل حكومة كذلك خدمية من أجل خدمة الشعب العراقي بحسب القانون وبحسب الدستور. وكذلك أنهم دعوا إلى تظاهرات أيضا في الساعة 17:00 يوم غد في الداخل العراقي طبعا وبتوقيت بغداد بهذا الشكل من خلال صفحاتهم الخاصة على التليجرام وغيرها، والدعوة واضحة جدا بأن يتوجهوا أنصار الإطار التنسيقي بشكل مباشر إلى أسوار المنطقة الخضراء، وسيكونوا موجودين بحسب المعلومات التي توفرت إلينا على الجسر المعلق، سيتوقفوا هناك ولن يدخلوا إلى المنطقة الخضراء، وبالتالي هنالك تصعيد كبير للغاية لا زال هو حاضرا. ولكن مايكل نايتس وجد بأن العامل الخارجي أيضا سيكون حاضرا في هذه المسألة، وتحديدا وهو تحدث عن إيران وبأن إيران تبحث عن طرق من أجل التهدئة ومن أجل منع أي سيناريو لصدام أو حرب أهلية لا يريدها أحد أبدا. وبالتالي هذا ما قاله مايكل نايتس يوم أمس: إيران دعمت في البداية نوري المالكي وقيس الخزعلي لتشكيل حكومة بدون الصدر، لكن إيران الآن تعيد النظر فيما إذا كانت هذه فكرة جيدة، والآن ربما يدعمون هادي العامري وبقية أعضاء الإطار التنسيقي للتفاوض مع الصدر والذهاب نحو انتخابات جيدة. وهذا يعود لسبب مهم للغاية بالنسبة لمايكل نايتس، إنه قال أيضا وأضاف: حتى الإيرانيين رأوا بأن الطريق في العراق أصبح خطرا. وبالنسبة لإيران مسألة العراق هي مهمة للغاية لسبب مهم يجب أن ننتبه إليه، ألا وهو الاتفاقية النووية. انتهت الجولة الأخيرة في فيينا، هنالك ترقب للقرار الإيراني في مسألة ما تم الاتفاق عليه والنص الأخير الذي طرح من جوزيف بوريل وهو مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي. بعد انتهاء هذه الجولة الجميع يترقب ما الذي سيأتي من إيران، وأن هنالك نوع من الوصول إلى نقاط مشتركة الآن بحسب بعض التسريبات التي جاءت من عدد من المسؤولين الغربيين في هذه المسألة. والاتفاق النووي قد يبدو للبعض بأنه مرتبط في مسألة عدم وصول إيران إلى القنبلة النووية، ولكن مسألة مثلا الصواريخ البالستية ومسألة سياسات إيران الإقليمية، أي بما معنى وجودها في العراق، وجودها في سوريا، وجودها في لبنان، وكذلك وجودها على مستوى اليمن، هو أمر أيضا نوقش. وكانت هنالك كثير من التسريبات أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد تنازلت بحسب ما جاء منتصف الشهر الماضي من الشرق الأوسط بحسب تسريبات من مسؤولين غربيين. سنرى ما الذي سيحدث، ولكن مسألة نفوذها في الداخل العراقي هي مهمة للغاية، وبالتالي مسألة أن يكون هنالك مواجهة مثلا بين التيار الصدري والإطار التنسيقي أو غيرهم قد تحد من نفوذهم في الداخل العراقي هو سيناريو لا يريدونه، وبالتالي هم يريدون التوافق مع السيد مقتدى الصدر من أجل حل هذه المشكلة، التوجه إلى حل معين للنظام السياسي في الداخل العراقي لتفادي أي سيناريو قد يكون مؤذيا بالنسبة لإيران. وأن مستوى هذه القضية والمفاوضات النووية الآن بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في حقيقة الأمر مع هذا التوقف والترقب للاتفاقية النووية بدأت تضغط على إيران بعدد من الملفات الأخرى المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. وزارة العدل الأمريكية مثلا كشفت بهذا الشكل تفاصيل لمحاولة اغتيال خطيرة جدا كان يخطط لها الحرس الثوري الإيراني من أجل تحقيقها ضد أحد أهم المسؤولين الأمريكيين السابقين، ألا وهو جون بولتون مستشار الأمن القومي
الأمريكي السابق في البيت الأبيض. هذا الرجل بحسب المعلومات التي نشرتها ونشرها طبعا نشرها وزارة العدل الأمريكية وكذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI نشروا تفاصيل الرجل الذي كان يخطط لاغتيال جون بولتون. والحديث والتفاصيل التي نشرت من قبل وزارة العدل الأمريكية أو مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن هذا الرجل تحديدا كان قد تواصل من بعيد من أجل اغتيال جون بولتون، تواصل مع أحد المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية، طلب منه التقاط صور لجون بولتون من أجل كتاب جديد سيصدر، ولكن هذا المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وبما أن جون بولتون شخصية حساسة للغاية في الولايات المتحدة الأمريكية أوصل هذا الرجل الذي هو تابع للحرس الثوري الإيراني وطبعا عرفه على شخص يعمل كمخبر سري أو مسؤول حكومي سري موجود في الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بهذه المهمة. وبعد شهر تماما اتصل بهذا الرجل الحكومي السري في الولايات المتحدة الأمريكية عبر تطبيق مشفر، من الصعب تعقب هذا التطبيق وما يجري من ضمن أو من خلال هذه المكالمة، وأبلغه بقضية مختلفة، ليس التقاط الصور لجون بولتون بل أنه طلب منه تجنيد شخص آخر من أجل عملية اغتيال جون بولتون. لاحظ السلسلة الكبيرة التي كان يعمل عليها، وكذلك أن بعد تجنيد هذا الرجل ومن أجل اغتيال جون بولتون فإن المبلغ الذي سيدفعه له هو 250,000 دولار، والمبلغ ارتفع إلى 300,000 دولار من أجل تحقيق هذا الأمر، وبأن الدفع سيكون عبر طبعا حساب خاص من العملات المشفرة بكل تأكيد لكي تكون هنالك وتكون هذه المسألة سرية للغاية، ولكن مشروطة بتصوير لعملية الاغتيال التي تمت لكي يكون الدفع واضحا. وطبعا مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI كان يتابع هذا الأمر بكل صغيرة وكبيرة جرت منها، وبالتالي تمت حماية جون بولتون، ولكن الآن رفعت السرية وكشفت عن هذه المعلومات في هذا التوقيت المثير، بل إن أيضا هنالك معلومات أخرى مرتبطة بمايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية السابق الذي تحميه الولايات المتحدة الأمريكية منذ أن ظهرت تهديدات واضحة جدا من أجل اغتياله. طبعا هذه الاغتيالات التي نتحدث عنها هي كلها تأتي من أجل الانتقام لما جرى للجنرال الإيراني قاسم سليماني من عملية اغتيال في مطار بغداد في عام 2020. يريدون الانتقام، يريدون اغتيال أي مسؤول أمريكي كان يعمل في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وأن المسألة المرتبطة بمايك بومبيو الآن ما كشف طبعا من تفاصيل عن هذا الرجل بأن المبلغ المخصص لعملية اغتياله هو أكثر بكثير من المبلغ الذي كان مخصصا من أجل اغتيال جون بولتون بحسب أكسيوس وبحسب التفاصيل التي نشرت اليوم بأن 1,000,000 دولار كاملة هي كانت موضوعة من أجل رأس مايك بومبيو. بالتالي هذه التفاصيل طبعا جعلت مسؤولين كبار في الإدارة الحالية مثل جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي أن يوجهوا تحذيرات جادة للغاية وكبيرة للغاية لإيران بأن لا تتصرف ضد أي مسؤول أمريكي إن كان من الإدارة الأمريكية السابقة أو الإدارة الأمريكية الحالية أو أي محاولة انتقام مثل التي يعملون عليها من أجل الانتقام طبعا للجنرال الإيراني قاسم سليماني وما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية من تلك العملية الكبيرة للغاية. وبالتالي هنالك تنديد كبير جدا، وبالتالي هنا فتح ملفات كبيرة للغاية وخطيرة للغاية في توقيت الجميع ينتظر ما الذي سيحدث في هذه المفاوضات النووية، والبعض يرى من الخبراء بأن هذا ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية لإجبار إيران للعودة إلى الاتفاقية النووية، والعودة للاتفاقية النووية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ولماذا هي تضغط من أجل إنجاح العودة للاتفاقية النووية؟ لأنها ستكون مفيدة للغاية للإدارة الأمريكية بشكل عام إن نجحوا طبعا في العودة إليها، وذلك لأن مصادقة الشعب الأمريكي على الرئيس الأمريكي جو بايدن هي ارتفعت بشكل جيد، كما نلاحظ هنالك ارتفاع نسبي جيد وبأنه اقترب من تحقيق 40%. قد يجد البعض بأن هذه نسبة منخفضة ولكنها تعتبر جيدة لأن كان هنالك انخفاضا واضحا لجو بايدن، عانى ما عاناه في الفترة الماضية من عملية المصادقة ومصادقة الشعب الأمريكي ورضاه عنه طبعا للعديد من الأسباب، ولكن العودة للاتفاق النووي ستكون مفيدة على عدد من المستويات، وبالتالي هو في مرحلة ارتفاع واستقرار، وحتى هذا الأمر واضح على الحزب الديمقراطي. فعلى سبيل المثال اليوم كانت هنالك تحديثات من الـ 538 على حظوظ الحزب الديمقراطي
للفوز في مجلس الشيوخ الأمريكي في انتخابات نوفمبر القادمة في الكونغرس الأمريكي ارتفعت بنسبة 1% على الأقل مقارنة بالثلاثة أيام الماضية. حظوظهم بنسبة 60% للفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، كانت قبل أسبوع هذه النسبة تذهب إلى 51% للجمهوريين بالفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، وكل ما عليهم الفوز به هو مقعد واحد فقط لأخذ الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي. لكن الآن المعادلة انقلبت، ولاحظ بأن الديمقراطيين يرتفعون وحتى ارتفعوا على مستوى نسبة ممكن واحتمالية من خلال استطلاعات الرأي أنهم ارتفعوا بنسبة 1% الآن للفوز في مجلس النواب الأمريكي. لا زالت حظوظ الديمقراطيين عالية، ولكن الديمقراطيين في مرحلة انخفاض، وهذا الانخفاض يأتي بعد أن كانت تقريبا قبل أسبوع ونصف حظوظ الجمهوريين للفوز في مجلس النواب الأمريكي بنسبة 87%. قد يكون ما جرى لدونالد ترامب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي مؤخرا باقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لمنزله دورا في هذه المسألة، وبالتالي العودة للاتفاق النووي مع ضمان الولايات المتحدة الأمريكية بأن الصين لن تفعلها ولن تتوجه وتغزو جزيرة تايوان، بالإضافة إلى ذلك أنهم ضمنوا تماما بأن روسيا تباطأت كثيرا في التقدم إلى شرق أوكرانيا. هنا كما تلاحظون مثلا كانت هنالك تحديثات عن طبيعة الصراع الذي يجري في أوكرانيا وفي شرق أوكرانيا، هذه الحدود الإدارية لإقليم دونباس التي ترونها هنا لوغانسك وهنا دانييتسك. القوات الروسية كانت بحسب معلومات وثقتها ساوث فرونت الروسية هنالك تحديثات كبيرة جدا، ولكن توضح التباطؤ الكبير للقوات الروسية في التقدم. سيطروا على لوغانسك كما نعلم، ولا زالت السيطرة الخاصة بهم بهذا الاتجاه، والصراع لا زال يأتي من أجل السيطرة على سلوفيانسك وعلى كراماتورسك بهذا الاتجاه. التباطؤ الذي يأتي هو يأتي في هذه المنطقة التي ترونها تحديدا. القوات الروسية غير قادرة على التقدم بشكل واضح للغاية وبشكل كبير كما فعلت في الفترة الماضية، وبالتالي هنالك تحديثات جديدة كما تحدثنا من الساوث فرونت حول مدينة سوليدار. هنا سلوفيانسك، هنا كراماتورسك كما ترون، وهذه هي منطقة سوليدار التي نتحدث عنها. القوات الروسية فعلا تمكنت من التقدم، هذه سوليدار التي ترون، هذه كلها تعتبر سوليدار بهذا الاتجاه، منطقة كبيرة للغاية. بالنسبة للقوات الروسية تمكنت فعلا من التقدم من هذه الحدود الإدارية إلى لوغانسك التي ترونها، تمكنوا من الوصول كل هذا الطريق إلى منطقة صناعية بهذا الاتجاه وسيطروا على هذه المنطقة الصناعية، وهذه طبعا تعتبر نقطة مهمة بالنسبة إليهم. ولكن على ما يبدو أن القوات الروسية تفادت عملية اقتحام المدن لأنهم اقتحموها وسيطروا عليها في السابق وبعدها انسحبوا بسبب المقاومة الكبيرة والتكتيكات التي اتبعتها القوات الأوكرانية. على هذا الأساس القوات الروسية قد فعلا تتوجه إلى عقدة المواصلات، إلى هذه نقطة المواصلات التي ترونها قد لا تكون واضحة ولكنها ببساطة تأتي بهذا الشكل، هذه نقاط مواصلات مهمة جدا. وهذا الطريق طبعا يوصل إلى سيفريسك ويرتبط أيضا بباخموت. قد تكون القوات الروسية تهدف إلى عملية قطع هذا الطريق، السيطرة عليه، قطع أوصال هذه المدن الثلاثة باخموت وسوليدار وكذلك سيفريسك من أجل السيطرة عليها. وبالتالي واضح يقطعون الطرق، يحاولون عملية الحصار بهذا الاتجاه، وهذا هو نفس الحال كان حاضرا بمعلومات قادمة من معهد دراسات الحرب يوم أمس. إذا ما ابتعدنا قليلا في القمر الصناعي وعرفنا ما الذي يجري أيضا في سيفريسك، سنلاحظ أيضا بأننا فعلا أمام عملية صعبة للغاية تجري بالنسبة للقوات الروسية. هنا هذه سيفريسك التي تحدثنا عنها، وهنا سوليدار التي تحدثنا عنها، وهنا باخموت. القوات الروسية حتى هذه اللحظة هي تحاول حقيقة التقدم إلى إيفانو داريفكا، لم يتمكنوا من السيطرة عليها، تأتي بهذا الاتجاه، والواضح بأنهم يبحثون عن السيطرة على فيينكا والتقدم إلى هذه المنطقة التي ترونها وهي زفانيفكا، يحاولون السيطرة عليها من أجل قطع الطريق الذي تحدثنا عنه من أجل البدء بعملية حصار بهذا الاتجاه. وهذا قد يكون يفسر لماذا هم يتقدمون إلى عقدة المواصلات التي تحدثنا عنها، وكذلك أنهم موجودون أيضا في هذه المنطقة وهي كلينوف، هم يسيطرون عليها ولكن صعب للغاية الدخول في باخموت. باخموت مدينة كبيرة مقارنة بسوليدار وسيفريسك، وقد يعني أن هنالك استنزافا كبيرا، وقد يعني ببساطة أيضا علينا التوقع بشكل واضح
بأنها قد تتوجه لعملية محاصرة باخموت. الأمور صعبة بطيئة للغاية، كانت تسيطر سابقا على سوليدار، كانت تسيطر على سيفريسك، ولكن القوات الروسية تعاني بسبب أسلحة حلف الناتو التي دخلت إلى هذه المنطقة. بالتالي الإدارة الأمريكية فعلا بحاجة لتحقيق شيء في المفاوضات النووية من أجل النجاح.